قل السائل، ما هو الموقف الصحيح في قضية أسامة العتيبي؟ لأنه اختلط علينا الأمر، فهناك من عدله وهناك من جرحه، وهل قاعدة الجرح المفسر مقدم على التعديل على إطلاقها؟ والله الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم أن يكون على الجادة، أن يكون طالب الحق، وأن لا يتعصب لأحد كائنا من كان. والعتيبي نحسبه من إخواننا، وإن كنا نختلف معه في المسائل التي انتقد عليها، ويعلم الله لقد حاولت أن أكتب نصيحة له لعله يراجع نفسه ويرجع إلى ما نصحه به ثم حذر منه بسببه شيخنا الشيخ الهمام الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تبارك وتعالى ورعاه. وعلماؤنا الواجب علينا أن نثق، كما أننا نثق بدينهم وعلمهم، نثق في أحكامهم. وهكذا ينبغي أن يكون طالب الحق، أن يكون رجاعا إليه في كل موقف من المواقف. ومن نعم الله جل وعلا علينا أن علماءنا وأئمتنا لا يحابون أحد على الحق أبدا، بل يبينون وينصحون، حتى وإن اشتدوا في بعض الحالات أو مع بعض الإخوان، فينبغي أن تقبل هذه الشدة منهم، لأنهم في نهاية الأمر لا يريدون إلا خيرا ونصحا لإخوانهم. ولو أن أخانا أسامة يعني راجع نفسه فيما ذكره في حقه الشيخ عبيد وهو محق في ذلك، وعرف قدر نفسه، لا زال هذا الإشكال ولا ارتفعت منزلته عند العامة والخاصة. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا جميعا سواء السبيل. آمين، بارك الله فيكم.